ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আজকে আমরা সূরাতুল বাকারার 87 নম্বর পর্বের ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ। তো প্রথমে আমরা শব্দে শব্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ শিখব, তারপরে সম্পূর্ণ রিডিং শিখব। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। তো আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ
وأعناب تجري وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون সম্মানিত শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমরা এখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রিডিং উচ্চারণ শিখব। ওয়ামাসালু আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ইবতিগা মারযাতিল্লাহি ওয়া তাসবীতাম মিন أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم.